أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في استديو الإخبارية، والآن إلى العناوين. افتتاح فعاليات مهرجان جدة التاريخية. شمسك أشرقت عنوان لهذا المهرجان العريق. تم انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان جدة التاريخي من خلال 4 مسارات للفعاليات بأطوال مختلفة بدلا من مسار واحد في الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي، حيث أن مدة المهرجان 10 أيام للفترة من 15 يناير وحتى 24 يناير 2015. وتضم المسارات فعاليات المحاضرات الثقافية والمتاحف والمسابقات الثقافية والأدبية، إلى جانب فعاليات تجسد حياة أهالي المنطقة في السابق والمسرحيات والمعارض القديمة ودكان الكتب ومسيرة الحجاج وورش الصناعات القديمة من صناعة السنابيك والرواشين وبناء البيوت القديمة والزخارف والنقوش والخط العربي. أيضا هناك فعاليات للتسوق والتخفيضات وعديد من الفعاليات الأخرى نشاهدها ونتعرف معها من خلال هذا التقرير. افتتاح فعاليات مهرجان جدة التاريخية بنسخته الثانية التي تضم أكثر من 89 فعالية تراثية وترفيهية وثقافية بجانب التسويقية، حيث أن الفعاليات تسرد لنا قصة إرث إنساني عظيم حق علينا المحافظة عليه، وأن المنطقة التاريخية بجدة تحكي ماضي المنطقة الذين تركوا لنا موروثا ثقافيا وحضاريا بوسائل بدائية بسيطة صنعت لنا هذه اللوحات الجميلة التي تحكي الماضي بكل ما فيه من سمو وتجليات، وأن جدة التاريخية تعود اليوم بعد تسجيلها ضمن لائحة التراث العالمي في منطقة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو منطقة استثنائية في مجال الثقافة والتراث الإنساني ومركزا متعدد الثقافات يتميز بتقاليد معمارية أثرية حضارية ضاربة في القدم متجانسة مع التطور الحضاري. في موضوع حلقتنا اليوم مهرجان جدة التاريخية، يسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور أسامة الجوهري الأمين العام لمؤسسة التراث الخيرية. مرحبا بك دكتور أسامة. مرحبا، أهلا وسهلا. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة نستعرض إياكم أعزائنا المشاهدين مع زميلة فوز أبرز ما تناولته الصحافة حول موضوع جدة التاريخية. إليك فوز. شكرا لك طرفة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى مطالعتنا الصحفية أبرز ما تناولته الصحف حول موضوع حلقة الليلة مهرجان جدة التاريخية. نستهل جولتنا بصحيفة الوئام تحت عنوان محافظ جدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان جدة التاريخي، حيث رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية بجدة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جدة التاريخية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مساء أمس حفل افتتاح فعاليات مهرجان جدة التاريخية بنسخته الثانية بعنوان شمسك أشرقت، التي تضم أكثر من 89 فعالية تراثية وترفيهية وثقافية وتسويقية أيضا. ننتقل الآن إلى صحيفة سبق تحت عنوان محافظ جدة يفتتح فعاليات مهرجان جدة التاريخية. يتوقع أن يستقطب هذا المهرجان مهرجان جدة التاريخية أكثر من 1,000,000 زائر وسائح بعد أن حقق العام الماضي أكثر من 750,000 زائر. جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل هوية المنطقة وإعادة أهلها إليها والعمل على المحافظة عليها باعتبارها تراثا لا يقدر بثمن وتعزيز مشروع جدة التاريخية وعودة أهليها للاهتمام بها مرة أخرى. نختتم صحفنا لهذا اليوم بصحيفة عكاظ تحت عنوان
جمعية المرشدين السياحيين تبدأ عملها في مهرجان جدة التاريخية، حيث بدأت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين أول أعمالها بعد تشكيل أول مجلس للإدارة قبل أسبوعين فقط، حيث تنسق الجمعية مع منظمي مهرجان جدة التاريخية وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتولي مهمة استقبال الوفود الرسمية وزوار المهرجان وتنظيم أيضا جولات سياحية لهم بمرافقة مرشدين سياحيين مرخصين. وقال عبد العزيز السنوسي عضو مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية بالتعاون مع المنظم تقوم بتجهيز مركزين لخدمة الإرشاد السياحي في مداخل رئيسية لمنطقة جدة التاريخية، الأول في باب البنط والثاني في باب مكة، وسيتم توزيع عدد من المرشدين السياحيين المرخصين من الهيئة لتقديم خدماتهم للزوار والوفود. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الصحفية لهذا اليوم. عودة الآن إلى الزميلة طرفة وضيوفها في استوديو الإخبارية. إليك طرفة. شكرا لك فوز، يعطيك العافية. دكتور أسامة، أبدأ معك، لماذا يجب أن يكون هناك تراثا نهتم فيه ويكون معلما للزوار يقبلون عليه في مواسم معينة كما هو الحال في جدة التاريخية الآن؟ أولا تراث نهتم به لأنه التراث مهم من ناحية وجوده في الحياة اليومية والناحية النفسية، أن الإنسان بدون تراثه لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام، لأنه لكي يتقدم إلى الأمام يجب أن يعرف ما كان عليه في الماضي، وأيضا من الثبات النفسي أيضا أن الإنسان يحتاج إلى وجود هذا التراث من الناحية النفسية أيضا. جميل، لكن دكتور أسامة، يعني هل ترى نحن قريبين من تراثنا كما يجب وكما هو الحاصل في ثقافات ومجتمعات أخرى؟ نحن الآن والحمد لله يعني نذهب إلى أن نكون أقرب مما كنا عليه في الماضي إلى تراثنا، والحمد لله بوجود الجهود من حكامنا ومن أمرائنا ومن جلالة خادم الحرمين الشريفين أيضا في المساهمة في الرفع من هذا الشيء. وأود أن أضيف شيء بالنسبة إلى موضوع التراث، لماذا نحتاج إلى وجود التراث بالمعنى انه فعاليات؟ لانه بدون وجود هذا الفعاليات يندثر التراث. فالتراث مهم من اجل ان هذه الفعاليه تبقى، حتى من ناحيه مثلا ترميم الابنيه ووجود هذه الاشياء وتجديدها وكذا، ان لم يكن لها وظيفه مستقبليه فهي ترجع الى ما كانت عليه، وهذا هو سبب الاندثار، عدم الاستخدام، واي شيء لا نستخدمه فهو يندثر. طيب كيف احنا ممكن نستخدم ونجدد الفعاليات فيها؟ هل مثلا مثل إقامة هذه الفعاليات، أم أن هناك خطوات أخرى يجب أن نعنى بها لتطوير هذه الأماكن التاريخية؟ الآن كما يكون في بعض المدن والبلاد المجاورة أنهم يعتنوا بالتراث بأنه تتحول الكثير من هذه الأبنية إلى أنشطة كما كانت عليه في الماضي أو أنشطة جديدة. على سبيل المثال، كثير من هذه البيوت تتحول إلى فنادق تراثية، البوتيك هوتيلز مثلا اللي يسموها، هذه هي عبارة عن مبنى قديم يتحول إلى فندق، أو مثلا مبنى قديم يتحول إلى مطعم، أو أسواق قديمة تتحول إلى تجديد هذه الأسواق، القيصريات اللي كانت موجودة كل هذه تتحول إلى أشياء حديثة يمكن استخدامها. وبالعكس، في كثير من الأماكن هذه الأماكن لها مردود اقتصادي أقوى من وأكثر من الدكاكين والمحلات الحديثة اللي هي مبنية بالحداثة والأمور هذه. يعني هل تعتقد أننا نستطيع في فترة ما أن نكون نستقطب ليس فقط يعني زوار الداخل، إنما تكون معلما سياحيا يقصده من خارج مثلا المجتمع السعودي، قصد ذلك؟ أكيد، لأنه الفعاليات اللي هي موجودة بتخدم المواطن وتخدم أيضا المقيم وتخدم الزائر أيضا. فكثير من مثلا من يذهبون إلى مكة المكرمة للعمرة والحج وكذا، ويأتون إلى جدة ويزورون جدة التاريخية، لأنه في الأصل كان الحجاج يأتون إلى جدة التاريخية في بيت البنط ويبتدوا هالمحور هذا من البحر إلى باب مكة، فهذا محور معروف، محور الحج مثلا، فهو محور يعني فيه من الدكاكين وفيه من الفعاليات الثقافية والاقتصادية ما كان له
شيء مهم في جدة. طيب يعني من الناحية مثلا الاقتصادية، هل ترى أن التوجه يعني من قبل رجال الأعمال أو أن هناك مؤسسات معينة يجب أن تعنى بهذه الناحية أيضا للعائد الاقتصادي كجانب من جوانب المنفعة والفائدة فيه؟ والله أنا أرجو أنه رجال الأعمال ينتبهوا إلى هذا الشيء، أنه العمل وضخ المال في الأشياء التراثية لها مردود أقوى وأكبر من ضخ الأموال في الأشياء الحديثة، لأن لها يعني لها مقاييس متعددة. مثلا الناحية الوطنية أيضا يجب على رجال الأعمال أن يضخوا في هذه الأمور، لأنه ثقافة وحضارة ووطن أيضا وجانب وطني، فالدفع فيها أكثر بكثير. وهذا الأمل أن رجال الأعمال يعوا أنه عندما يرمموا مبنى قديم وتحول إلى فندق، فهذا الفندق سوف يكون له عائد أكثر من الفنادق الحديثة. نعم، الآن ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية المهندس سامي نوار، وهو رئيس بلدية جدة التاريخية. مرحبا بك مهندس سامي. أهلا وسهلا ويا مرحبا بكم. مهندس سامي، نريد أن نتعرف على دور البلدية في تهيئة المنطقة التاريخية لإقامة فعاليات فيها مثل ما نشهده اليوم. جهود الأمانة في المحافظة على جدة التاريخية تعود إلى 1980 ميلادي، عندما قررت أمانة محافظة جدة بتصنيف المباني وتسجيلها ورفعتها إلى مقام الوزارة كمباني مصنفة. وفي خلال الست سنوات الأخيرة قامت الأمانة برصف وتبليط المسارات الموجودة الآن التي تقام فيها الفعاليات، وأيضا تم أعمال الإنارة وأعمال زيادة أعمال النظافة والمشاريع الأخرى التي تتعلق بالمحافظة على جدة التاريخية، منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو جاري تنفيذه وما هو الآن تحت الترسية. نعم دكتور أسامة، يعني هل المهرجان بوضعه الحالي وجهود البلدية بلا شك أنها مشكورة عليها، لكن يعني نطمح منها المزيد، هي كافية في الوقت الراهن؟ والله في الوقت الراهن على ما يبدو أنها كافية، والحمد لله يعني البلدية عملت أكثر مما كان عليه في العام الماضي، يعني في تقدم، الموضوع في تقدم. وكما رأينا في البارحة مثلا كمية الجمهور اللي هم موجودين في المسارات وفي قلب جدة التاريخية، عدد كبير من المواطنين ومن الزائرين ومن المقيمين أيضا. نعم دكتور أو مهندس سامي، بلا شك أن البلدية لديها جهود في هذه الناحية ولها أيضا تواصل مع جهات مختلفة لتنسيق وتسهيل حركة الزوار في هذه المدينة، حدثنا عن هذه الجهود وتواصلكم مع الجهات المختلفة لتذليل الصعوبات التي قد تصادف بها الجمهرة في هذه الأماكن. بالنسبة للفعاليات المهرجان تم تقسيم الأعمال وتم تقسيم المهام، وتوجد لجنة للخدمات وتوجد بها جميع الجهات التي تتعلق بالخدمات، والأمانة جزء رئيسي من هذه اللجنة، ويتم التنسيق في عملية الدخول والخروج وأيضا عملية تحرك الزوار في المنطقة، وأيضا سلامة المباني وسلامة المنشآت وأيضا سلامة المواد الغذائية التي تباع للزوار. نعم مهندس سامي، قبل قليل كنا نتحدث أنا والدكتور أسامة عن أن إمكانية قيام مشاريع مثلا اقتصادية واستثمار هذه الأماكن التاريخية، هل ترى أنها خطوة من السهل تحقيقها إذا ما ساهم رجال الأعمال مثلا في التوجه لها؟ نعم، وأعتقد أنه توجد أمثلة الآن قائمة في المنطقة، لأن نحن كأمانة جدة أصدرنا أكثر من 606 تصريح ترميم كامل أو جزئي، وفي الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة التصاريح الترميم المباني واستثمارها، وبالأخص مباني الأوقاف والأربطة، وتم استخراج العديد من هذه التراخيص للأفكار المذكورة في لإحياء المنطقة التاريخية. نعم، لكن كيف ترون الإقبال على المهرجان حاليا، كيف تقيمه؟ أنا أعتقد أن المهرجان نجاح كبير جدا، والسنة هذه أنا أرى والجميع يرى بأن الرغبة للزيارة والأعداد الكبيرة التي وصلت عند الافتتاح واللي وصلت الليلة كمان تدل على بشائر أعداد كبيرة، علما أنه الإعلام والوعي الثقافي عن المدينة التاريخية أصبح كبير جدا، وأدى إلى تفاعل جميع الأعمار لمهرجان جدة التاريخية وعشق جدة التاريخية ومعالمها الأثرية التي تعود إلى التاريخ الماضي العريق لأكثر من 1400 عام.
نعم دكتور أسامة، يعني إحنا لدينا توجه بإحياء هذه يعني أماكن تاريخية قديمة بإحيائها بالطريقة التي حدثت الآن في جدة التاريخية. نبغى نعرف وش الفرق بين الأماكن التي يمكن إحيائها وجعلها يعني مكمن لفعاليات واستثمارات اقتصادية، والأماكن التي قد لا تصلح لذلك. ليست بالتأكيد كل الأماكن قابلة لاستثمارها تاريخيا على هذا المستوى. هو على أي حال من الأحوال المدينة كما كانت عليه كانت تعمل ولها وظائف، جميع العناصر لها وظائف، والوظائف لم تختلف الكثير عن ما هو عليه اليوم، فيمكن أن ترجع. يعني على سبيل المثال ما هو موجود في جدة التاريخية؟ موجود بيوت، الناس يقطنون في البيوت اليوم، موجود بعض الدكاكين، الناس أيضا يبيعون ويشترون في الدكاكين، موجود مسارات وشوارع لا تزال، والناس يجلسوا في مداخل البيوت في الدكات وفي المجالس وكذا، لا تزال نفس الحياة ونمط الحياة اللي هو موجود في الماضي لا يزال موجود في الحاضر، بل يعزز الآن بالعودة إلى المعالم والعناصر المعمارية والعمرانية اللي كانت موجودة وإحيائها من جديد. نعم، لكن هناك نظري يعني مقولات تقول لماذا لا تكون مثلا الدرعية كجدة التاريخية، وهناك من يقول لماذا لا تكون جدة التاريخية كالدرعية. نبغى نعرف الفرق بين يعني المدينتين أو المنطقتين. في الواقع الاثنان يعني يسيروا في خط متوازي كما هو عليه من المشاريع الموجودة في الدرعية. هناك أيضا مشاريع في جدة التاريخية. في الدرعية على سبيل المثال هناك متاحف الآن تحت التنفيذ، ونفذ يمكن 50-70% منها وبعضها اكتمل. وأيضا في جدة التاريخية هناك متاحف وهناك أشياء نفذت والكثير منها الآن في طريقه إلى التنفيذ. فأتصور يعني المدينتين العريقتين التاريخيتين هما يمشون في مسار متوازن والحمد لله. إذن هي فكرة يعني يجب تطبيقها مناطقيا ولا يعني تكون فقط في منطقة مثلا جدة أو الرياض، إنما في مناطق متعددة ليست يعني في هذه المنطقة. في الواقع هناك أيضا قرى أخرى ومدن أخرى موجودة في المنطقة الوسطى، موجودة أيضا في منطقة الحجاز وفي الشمال وفي الجنوب. يعني على سبيل المثال في المنطقة الوسطى في مثلا أشيقر هذا أحد المدن الجميلة اليوم الموجودة في المنطقة الوسطى، بنى أهلها واستثمروا أهلها في بيوتهم القديمة، ويذهبون لها في نهاية الأسبوع ويقضون فيها أمتع الأوقات. فكثير من الأماكن والحمد لله القرى الآن أقبل عليها الأهالي بشكل ليس له مثيل في الماضي والحمد لله. نعم مهندس سامي، يعني لو طبقت هذه الفكرة في يعني مناطق المملكة جميعا وجعل معالم معينة هي مدن تاريخية تمثل يعني تراث المنطقة التي ينتمون لها، هل هناك يعني صعوبات تواجه تطبيق هذه الفكرة أم أنها سهلة التطبيق متى يعني ما كانت هناك توجه لها؟ التجارب موجودة واضحة وتظهر في رجال ألمع وفي قرى في المنطقة الوسطى في نجد، كان هنالك تعاون ما بين الأحالي والهيئة والجهات الأخرى والأمانات والبلديات ونجحت، ونعتقد المستقبل عظيم ورائع جدا للتراث العمراني في المملكة العربية السعودية المتنوع مكانا وأيضا مناخا. فأنا أعتقد أنه يمكن أن يؤدي هذا إلى وجود صناعة السياحة على كامل المنطقة وكامل المملكة العربية السعودية. نعم دكتور أسامة، كيف يمكن أن يحافظ أهالي منطقة معينة على تراثهم مثلا قبل تطبيق هذه الخطوة؟ وفي الواقع قبل تطبيق الخطوة هناك أيضا الحفاظ على التراث. يعني في جميع القرى لا يزال المواطنين يحافظون على تراثهم، والدليل على ذلك مثلا في قرى الجنوب هناك القرى التي حافظ المواطنون على تراثهم وأيضا ساهموا بالمبالغ وساهموا في إحيائها، وأسهمت معهم طبعا اللجان وأسهمت معهم الإدارات الحكومية الأخرى والوزارات والأمانات وعلى رأسهم طبعا هيئة السياحة والآثار. كل هذه الأمور طبعا أتت بعد ما رأوا أن أهل نفس المدينة أو القرية يهتمون بمبانيهم وبقراهم. فالاهتمام موجود مع وجود الهجرة وكذا، ولكن لا يزال يهتم بصفة عامة يهتم الناس بقراهم وبيوتهم القديمة. نعم، لأن الرجوع إلى الماضي شيء مهم.
جميل، يعني هي المحافظة على القرى، لكن أيضا التراث مرتبط أحيانا بصناعات معينة، حرف يدوية، هذه مع التحديث يخشى البعض أنها قد تندثر، يعني نتيجة عدم المحافظة عليها، لأنها لا تمثل أحيانا مردود اقتصادي لدى العاملين فيها، فممكن أننا نشهد اندثارها في يعني سنوات مقبلة. هو الآن اللي يصير الآن أنه موازي بالتوازي مع الحفاظ على المدن التاريخية أو أيضا الحفاظ على الصناعات اليدوية، لأنه من هذه الصناعات أيضا أتت مواد كثيرة يستخدمونها في البناء، فعلى سبيل البناء مثلا البناء بمواد أخرى، مثلا بناء بالطين، الأعمال الخشبية، أعمال الأسقف واستعمال سعاف النخيل في عمل يعني المساحات اللي تغطي الأسقف وكذا، كل هذه الأمور يجب أن ترجع بطريقة أو بأخرى، حتى استنبات المواد التي تستخدم في هذه الأمور يجب استنباتها من جديد. فهو موضوع التراث ليس فقط ما نعمله اليوم من صناعات، إنما من أين أتت هذه الصناعات، من أين أتت هذه المواد، يجب أن نزرعها ونحافظ عليها، لأنه ما شاء الله النخلة أعطتنا ما هو الكثير ما نستخدمه في بنائنا. فالرجوع صحيح. إلى الأعمال اللي كانت موجودة في النخل، هذه أعمال أيضا يعني طيب، هي أيضا يعني نطرح عليها نفس الفكرة في قضية الاستثمار، يعني الاستثمار في هذه الحرف اليدوية أيضا هو ضئيل، وفي حين التوجه له قد يعود بمردود معين، في حين أن مثلا شركات أو مؤسسات تعنى بإحياء هذا التراث. هو لا يزال أي شيء نعمل باليد الآن له قيمة أكثر من الأشياء اللي تعمل بالماكينة، فالميكنة ولو أنها تعمل الأشياء أرخص مما هو عليه بالأشياء اليدوية، فلا نزال نعمل الأشياء باليدوية. فالرجوع إلى الحرف اليدوية له مردود، لأنه القليل يعرفه، والقليل يعني من قلة اللي هو يسموه supply and demand هذه، فإذا الديماند عالي السبلاي قليلة فتبتدي تغلى. نعم، بحكم الندرة يعني. بحكم الندرة بالضبط. طيب مهندس سامي، يعني دائما في قضايا مثل المهرجانات تطرح مخاوف من قضية أن هناك عدم تنظيم، من المعروف أن يعني تنظيم الجماهير والحشود تحتاج إلى استراتيجيات معينة، عند إقامة مثل هذه المهرجانات تطرح هذه المخاوف، في مهرجان جدة التاريخية هل تلمستم هذه الإشكاليات فيما يتعلق بمثلا قضية الازدحام أو أي أمور أخرى تتعلق بموضوع يعني الجمهرة؟ طبعا اللجنة الأمنية ولجنة الفعاليات درست المسارات ودرست البرحات والساحات وأيضا الحركة واتجاه الزوار في جميع المسارات، وتم وضع نظام لإدارة الحشود وأيضا لعملية مراقبة الحشود وتحركهم وأيضا سلامتهم في هذه المسارات، وتم اختيار المسارات بشكل أنه يؤدي إلى راحة وسهولة وأيضا إلى أن الاستمتاع بالفعاليات، وكان في الماضي اختيار بعض المناطق ولكن كانت ضيقة وكان في حركة باتجاهين وتم تلافيها هذه السنة، وأيضا بعض المواقع الموقع البوابة للفعالية كان في منطقة يؤدي إلى زحام، تم تغيير البوابات وتم دراسة حركة المسارات وجميع الزيارات والفعاليات بحيث لا يكون مشقة ولا تزاحم للزوار. نعم دكتور أسامة، ذات السؤال، يعني أحيانا إحنا في احتفالاتنا أو مثلا تنظيم مهرجانات معينة تطرح الآراء المناهضة لذلك تحت أي ذريعة، يعني تحت ذرائع مثلا الاختلاط مثل ما يحدث في مهرجان مثلا الجنادرية، إحياء مثل هذه المهرجانات هل ترى أنه قد يقابل بمثل هذا النوع من عدم القبول، أم أننا علينا تخطي هذه المخاوف؟ لأنه في الواقع يعني المهرجانات ما بتخرج عن نطاق الحياة العادية في المجتمع، يعني على سبيل المثال مهرجان جدة التاريخية هو عبارة عن زيارة المشي بالمسارات، الذهاب إلى المطعم، الذهاب إلى الدكان، وهذه أشياء يعني عادية يعملها جميع أفراد العائلة سواء كان مع أزواجهن أو مع أطفالهم أو كذا، فأتصور أنه شيء عادي، يعني ما هو خارج عن طبيعة الأعمال، إلا ما هو خارج عن ذلك فشيء طبعا مرفوض، ولكن الحمد لله أن جميع الوظائف وجميع الخدمات الموجودة الآن كلها تتمشى مع عاداتنا وتقاليدنا، بل بالعكس هي من عاداتنا وتقاليدنا، فكيف تكون ضد عاداتنا وتقاليدنا؟
صحيح. احنا الان معنا مداخله هاتفيه من ياسر المداح مدير المراسم والعلاقات العامه في اماره جده. مرحبا بك استاذ ياسر. اهلا وسهلا فيكم، ارحب بكم وارحب وامسي على المشاهدين الكرام. نعم استاذ ياسر، من المعروف ان لاماره جده دور كبير في قيام هذا المهرجان، حدثنا عن افتتاح هذا المهرجان. حقيقة في محافظة جدة والزملاء الكرام في عمارة منطقة مكة ومع جهات متعددة رسمية وجهات في القطاع الأهلي، عملت منذ فترات طويلة من خلال اللجنة العليا اللي رأسها الأمير مشعل بن ماجد رئيس مجلس التنمية الصحية محافظة جدة، أخذت وقرأت ما كان عليه المهرجان السابق واللي هو في الأساس تأسس ما هو إلا عملية لجذب للزوار بكل الفئات العمرية، وهدف في هذه النسخة إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة للجوانب التراثية والتاريخية والثقافية، وفي المقام الأول النواحي الدينية، ويرسخ أيضا الحب المجتمعي لدى الجميع. نعم أستاذ ياسر، احنا نبغى نعرف أبرز الاختلافات بين مهرجان جدة التاريخية عن يعني نسخته الأولى من حيث عدد الزوار، من حيث الفعاليات أيضا المقامة فيه. حقيقة هو كان في النسخة الأولى كان هناك مسار واحد يعني يحاكي بعض المجالات والأنشطة، جراء التوسع والإقبال الكبير اللي تجاوز 750,000 زائر سواء كانوا من أبناء جدة أو ضيوف من يعني من خارج جدة ومن الخارج أيضا، فاستوجب الأمر إلى توسيع نطاق هذه المسارات إلى 4 مسارات، وصنفت لكل مسار إذا كان من الناحية الثقافية أو التراثية أو التاريخية والتسوق، وهنا يترك للزائر لهذا المهرجان الميول والرغبة اللي هو يسعى لها. يعني على سبيل المثال المهتمين في مجالات الأدب والفكر والشعر والفنون التشكيلية مثلا، وأما فيما يخص النواحي مثلا الحرفية جانب أيضا يعني يحقق رغبة الزائر، وفيما يخص مثلا في النواحي التسوق هنا كل والمأكولات الشعبية والموروث إلى آخره، يعني من الأنشطة حقيقة في عدد كبير من هذه الفعاليات اللي هي يعني عددها 89 فعالية مصنفة حسب المسارات اللي تحدثت عنها. نعم، لكن منذ متى وأمارة منطقة جدة تشتغل على هذا المهرجان؟ من وقت نهاية المهرجان السابق رفعت تقارير عنه من خلال لجنة تنفيذية ومن خلال فرق عمل ميدانية كانت يعني ترصد وتتابع عن قرب وترفع تقارير لسمو رئيس اللجنة العليا وبالتعاون مع كل الدوائر المختصة، وتم مباشرة يعني أخذ الموضوع وتطبيق هذه المعلومات وتحليلها، واجتمعت اللجنة العليا عدة اجتماعات، اللجنة التنفيذية أيضا عدة اجتماعات، وأيضا المنظمين لهذه الفعاليات لمعرفة ما هو ممكن إضافته من جديد وما هو كان عليه السابق. وحقيقة اليوم ولله الحمد تم مباشرة هذه الفعاليات بشكل جميل ورائع جدا ومريح إن شاء الله للزوار. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر ياسر المداح مدير المراسم والعلاقات العامة في أمارة جدة، شكرا لك.
دكتور أسامة، يعني من المعلوم الآن أننا في فترة إجازة وأن هناك زائرين من محافظة جدة ومن خارج محافظة جدة، هذا يعطينا يعني دفعة إلى أن نقول أن مثل هذه المهرجانات قد تساهم في الحراك السياحي داخليا متى ما أقيمت في مختلف مناطق المملكة، هل تشاركني ذات الرأي؟ طبعا بالتأكيد، وهناك ولله الحمد أنشطة كثيرة في يعني في هذا الوقت مع تزامنها مع الإجازة، فترة الإجازة، وبيتوجه يعني السياحة الداخلية تتوجه إلى 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 مدن كثيرة، يعني باعتبار أنها جعلها يعني مكان جاذب بدلا من السفر إلى الخارج. أكيد، يعني على سبيل المثال الآن هناك مثلا سوق عكاظ، سوق عكاظ غدا سوف يبدأ فعالياته، فهذا أيضا فعالية في الطائف من أجمل الفعاليات التراثية التاريخية، فهي بترجع لنا في التاريخ إلى أكثر من 1000 سنة للرجوع إلى تاريخنا الماضي وكيف كانت حياتنا في تلك الأيام. فهذا نعم. هذا نشاط علمي أيضا، فليس فقط سياحي، هذه السياحة العلمية اللي نحتاج لها، السياحة ليس فقط لتضييع الوقت وإنما للاستفادة من الوقت بحيث أن يكون تعليمي بجانب أنه ترفيهي، ونحتاج إلى التعليم والترفيه في آن واحد. جميل، يعني السياحة العلمية غير أنها تكون يعني جاذبة للسياح داخليا، قضية أن نتعرف يعني على تراث كل منطقة، بالتأكيد أن هناك يعني في الجيل الحديث يجهلون كل منطقة في المملكة ما التراث المنتمي لها، وهذه خطوة تعرفنا على التراث الخاص بكل منطقة. بالضبط، وهذه معرفة التاريخ والجغرافيا بتكون بزيارة المواقع، يعني الطلاب الآن عندما يذهبوا لهذه المواقع يجب أن ننظر لها أنها ليست فقط سياحية لتضييع الوقت إنما أيضا دراسية، فهي يعني دراسية ميدانية. أنت قلت قبل يعني بداية الحلقة نحن نقترب من تعرفنا على التراث، وعندما يعني قارنا مع مجتمعات أخرى قلت يعني أننا في خطوات متقدمة في هذه الناحية. نعم. جميل، لكننا فعليا برضو يعني نعاني إشكالية أننا لم نتعمق في التراث في كل منطقة، لا زال الجيل الحديث يجهل تراث كل المنطقة، وهذه خطوات تساهم يعني في تعزيز هذه المعلومات لديه. يعني في هذا التوجه طبعا، ولكن انا ارى انه الان يعني الجيل الحديث الان يمكن يرتبط بتراثه ايضا يمكن اكثر من الجيل الذي قبله، لانه عنده الوعي في استخدام المعلوماتيه الان، فممكن ان يرجع بالافلام وبالصور وبهذه الامور كلها ويعرف تراثه ايضا ويعيش تراثه. جميل، فيعني بالتقنيه ايضا نتعرف على التراث. طيب مهندس سامي، طلعتنا الصحف عن ان المهرجان يتسع لمليون زائر، هل هذه المعلومه صحيحه؟ بدون شك صحيحه، لانه جده التاريخيه تقريبا تزيد عن كيلو متر مربع، والمسارات مساحتها أطوالها طويلة جدا، وشوارعها وزقتها ومواقعها تستقبل هذه الأعداد الكبيرة بدون أي مشاكل، لذلك فأنا أعتقد أن الرقم قد يكون متواضع لما سوف نراه في 10 أيام القادمة. نعم، وصلنا إلى الختام، أشكرك جزيل الشكر المهندس سامي نوار رئيس بلدية جدة التاريخية، أيضا أشكرك جزيل الشكر الدكتور أسامة الجوهري الأمين العام لمؤسسة التراث الخيرية، يعطيكم العافية جميعا. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.